الجمهور الرياضي الكبير، طيب الله وقتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتنوعة من الملعب. معي أنا أيمن الفقي، ولدينا فيها اليوم نريد أن نتساءل في بداية هذه الحلقة، ما الذي يحدث بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظي حضرموت؟ تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين، تعيينات جديدة لمكتب الشباب بوادي حضرموت ترفض من الوزارة، والبكري يؤكد عدم أحقية المحافظ بالتدخل في مهام الوزارة، ويتهمه كذلك بمخالفة الأنظمة والقوانين. ما هي الحلول لاحتواء هذه المشكلة التي قد تضر برياضة وادي حضرموت في المقام الأول؟ ولدينا كذلك في هذه الحلقة المنتخب الوطني للناشئين يستعد لبدء تدريباته بمحافظة أبين، تمهيدا لتصفية كأس آسيا بعد 3 أشهر. أوروبيا، فرنسا تقصي بلجيكا، البرتغال تنجو من فخ سلوفينيا، وتركيا تعبر إلى دور 8 لبطولة الأمم الأوروبية. كل هذا وأكثر نتابعه في حلقة اليوم، ابقوا معنا. إذن أزمة تلوح في الأفق بين وزارة الشباب والرياضة من جهة ومحافظي حضرموت من جهة أخرى. المحافظ يقيل كما قلنا مدير مكتب الشباب بوادي حضرموت رياض الجهوري، ويعين مطران بديلا له. هذا الأمر لم يرق للوزارة الذي اعتبرته مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها. من هنا بدأت المشكلة وإصدار البيانات تتوالى بعدها. المزيد في التقرير التالي. تشهد الساحة الرياضية في حضرموت توترا متصاعدا بين السلطات المحلية في المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك على خلفية قرار المحافظ بتعيين مجدي مطران مديرا جديدا لمكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت خلفا للمدير العام السابق رياض الجهوري. قوبل هذا القرار برفض قاطع من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث أرسل وزيرها نايف البكري رسالة إلى محافظ حضرموت مبخوت من ماضي، أكد فيها عدم أحقية المحافظة في تعيين مدير لمكتب الوزارة بالوادي دون التشاور مع الوزارة، وذلك حسب القوانين والأنظمة النافذة. ولم يقتصر الخلاف على مسألة التعيين فقط، بل تطورت الأمور إلى اتهامات متبادلة بين الطرفين، فقد اتهمت وزارة الشباب والرياضة محافظة حضرموت بالاستيلاء على الملعب الأولمبي وتمليكه لنادي سيئون، كما اتهمتها بنقض الاتفاق بينهما بشأن توريد رسوم ضريبة القاط إلى صندوق النشء وقيامها بتوريدها لحساب المحافظة. ازدادت حدة التوتر مع قيام المكلف الجديد مجدي مطران بمباشرة مهامه بعد عملية تسليم واستلام، وتشير بعض المصادر إلى أن عملية التسليم وفرض القرار الجديد كان بالقوة، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تداعيات وخيمة على مسيرة الرياضة في محافظة حضرموت، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة تتوالى الدعوات من مختلف الأوساط الرياضية والشبابية في حضرموت إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والتفاهم بين الطرفين وإيجاد حلول سريعة تضمن مصلحة الرياضة والشباب في المحافظة. ويبقى السؤال مفتوحا، إلى أين ستتجه هذه الخلافات؟ وهل ستتمكن الجهود المبذولة من احتوائها وإيجاد حلول مرضية للجميع؟ إذن هي هذه هي المشاكل التي تحدث اليوم في حضرموت بين وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية هناك. انضم معنا عبر الهاتف الإعلامي الرياضي محمد مصطفى بمخرمة، أهلا وسهلا بك معنا في الملعب. أهلا وسهلا دائما كل مشاهدي قناة المهرية في هذا البرنامج الجميل، البرنامج المنحوت. أهلا بك، أهلا بك عزيزي. الكل الآن يعرف ماذا حدث اليوم بين وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية هناك في حضرموت، وأنت متواجد هناك، ما الذي يدور بالضبط؟ من أين بدأت هذه الإشكالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أول الحقيقة هي المشكلة أعتقد ليست وليدة اليوم، مسألة الشارع الرياضي في حضرموت وخصوصا الوادي والصحراء من فترة عدة أشهر، وتدور هناك المسامع والأخبار عن نزاع السلطة المحلية في حضرموت بتغيير مدير مكتب الشباب والرياضة،
وكانت هناك أخبار تدور في الشارع الرياضي حول المسامع، ولكن أنتم ذكرتم في تقريركم يمكن أنه هناك اتفاق بين وزارة الشباب والرياضة وكذلك السلطة المحلية مثل محافظة حضرموت حول توريد مبالغ صندوق النشر، فهذه كلها وكذلك تراكمات أخرى للسكون بين وزارة الشباب والرياضة مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت لها دور كبير جدا في ما وصل إليه اليوم. مثل ماذا برأيك هذه التراكمات إلى أن وصل إلى هذه الحدة والتراشق على وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله قد يكون الدور الأكبر هو حول مبالغ توريد مبالغ صندوق النشر، ولكن هناك يعني إذا تحدثنا إحنا في الشارع الرياضي كسلطة محلية ماذا قدمت أيضا وزارة الشباب والرياضة بحضرموت خلال الفترة الماضية، إذا تحدثنا على المنشآت، إذا تحدثنا على كذلك الأندية كلها، رجعنا حتى إلى أستاذ سيون اليوم، المشكلة بيكون لها دور أيضا بمسألة تعويضات نادي سيون، فالمشاكل كثير جدا يعني حقيقة إذا فتحت الملفات حقيقة هناك أشياء قد تكون لها ارتباط. اليوم الشارع في سيون يتحدث عن هناك وقف احتجاجي تعويض مادي سيون الرياضي باعتباره نادي العاصمة، هناك من السلطة المحلية قدمت كل التعويضات ولا زالت وزارة الشباب والرياضة ترفض تعويض هذا النادي نظير ما قدمه من تنازلات كبيرة لأجل هذه المنشأة. نعم، هل هناك من مبررات يعني الكل يتساءل لماذا مثلا بن ماضي قام بتغيير يعني بالتغيير وهذا القرار الذي أحدثه في الاتحاد فرع الاتحاد هناك في حضرموت، ما هي فرع مكتب الوزارة قصدي في حضرموت، ما هي المبررات التي استند عليها بن ماضي لهذا التعيين التي قد يقول البعض أنه مخالف لأنه ليس مخول هو بأن يعين في وزارة تابعة لشباب الرياضة كسلطة محلية يعني كمكتب؟ ايوه، الان اغلب بيانات وزاره الشباب والرياضه تتحدث عن هناك جانب قانوني اخذه محافظ، ولكن عندنا واقع يعني كل التعيينات نراها تصدر من محافظ حضرموت يعني التكليفات يعني بالتحديد لمدراء العموم، ولكن التشاور مع الجهه المختصه هي كان اعتقد الحاجز او المشكله التي حصلت الان في مكتب الشباب والرياضه، والا اغلب قرارات مجلس العموم نراها تصدر من محافظه حضرموت. الان المبررات القانونيه اصبحت تلعب دور في جانب وزاره الشباب والرياضه التي اصبحت تصدر البيانات الاعلاميه بشان ذلك، واخرها ما اصدر الان من وزير الاداره المحليه. هل تم اقتحام مكتب الشباب والرياضه كما قيل في حضرموت؟ والله يا استاذ ايمن كل واحد يرى من اتجاهه، الجهه الاخرى ترى والجهه الاخرى ترى انه كامل. انت متواجد في حضرموت، هل علمت انه تم اقتحام مثلا مكتب الشباب الرياضه ام لا؟ كيف نبين هذا الاقتحام؟ هنا المشكله انه حقيقه عندما دخلنا نحن في نفس اليوم الذي حدث او انتشرت هذه الاخبار انه اقتحام، حقيقه رغم اني كنت سعيد من الاستاذ الاولمبي ومكتب الشباب الرياضه ولكني تواجدت في ذلك المكان في وقت اخر. الظاهر لي انه هو امني ومساله الاقتحام الكل تحتها في مساله الاستسلام والتسليم، لان المدير نعم والسلطه المحليه في الوادي والصحراء عملت الاستسلام للمدير الجديد، فهنا الكل يرى انه المدير السابق لم يسلم، فالسلطه المحليه بوادي حضرموت مع المدير الجديد يرون انهم عملوا هذا الاقتحام ودخلوا وسلموا المدير الجديد قياده مكتب الشباب والرياضه. نعم، دون ان يكون هناك تسليم. نعم، اذا تحدثنا عن هذه الازمه دعني اسالك سؤال يعني بشكل اخر، يعني كيف ستؤثر على الرياضه والرياضيين في وادي حضرموت وحضرموت عامه؟ يعني حقيقة هي تأثيرها سيكون كبير جدا، وهم هؤلاء الضحية من هذه كل الانعكاسات والبيانات الإعلامية والمحاولة توجيه من جهة وأخرى، فرياضة حضرموت وخصوصا وادي حضرموت ستكون هي المتضرر الأول والأخير من هذا ما يحصل الآن.
وزارة الشباب تعتبر هي الجهة المختصة والسلطة المحلية لها الدور الواقعي في رياضة على رياضة حضرموت. نعم. أعتقد أن الجهتين مكملتين لرياضة حضرموت ورياضة خصوصا وادي حضرموت، والكل يعرف رياضة وادي حضرموت وما تشهده الفترة الأخيرة من حراك ومظاهر رياضية جميلة جدا. صحيح. في تواجد حشد مجتمعي وشبابي ورياضي في كل الملاعب الرياضية والصالات الرياضية. أعتقد أن حضرموت الواقعة تعطي صورة جميلة جدا لرياضة اليمن في ظل الوضع الراهن. صحيح. في اليمن وإذا تحدثنا عن سيئون وخاصة استاذها الأولمبي في 2017 كصورة جميلة جدا نقلها عدد من الإعلاميين وبالتحديد أذكرهم لك بشير سنان والأخ والأستاذ فرحان منتصر عندما ظهر سيئون في ملعب ترابي والجمهور يحتفل داخل استاذ الأولمبي كصورة جميلة جدا. صحيح. عن رياضة اليمن، وهذا ما نتمنى نحن كذلك اليوم. وهذا ما نتمنى فعلا الحقيقة نتمنى أن نحل هذه المشكلة. نعم، نتم أن يتم حل هذه الإشكالية ولا تنعكس على الرياضة والرياضيين فعلا. فحضرموت قدمت لنا نموذج جيد خاصة الجماهير اللي كانت تحضر في الملاعب، فلا يجب أن تكون مثل هذه المشاكل تنعكس على الرياضة والرياضيين. محمد مصطفى مخرمة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، مشاهدين يستعد منتخبنا الوطني للناشئين لخوض معسكره الداخلي بمحافظة أبين استعدادا لتصفية كأس آسيا بعد ما يقارب 3 أشهر. لاعبو المنتخب بدأوا بالتجمع بعد أن تم الإعلان على الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب في التصفيات المقبلة. المدرب سامر فضل ومساعده علي النونو باشر عملهما لبدء المعسكر الداخلي، خصوصا وأن المنتخب الفائز ببطولة غرب آسيا سيحتاج إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد بعد تجاوز البعض للسن القانوني. ويسعى الجهاز الفني إلى اختيار الموهوبين الذين سيمثلون قوام المنتخب في تصفية كأس آسيا المقبلة. في ظل ذلك، يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة تحت سن 18 عاما تدريباته في معسكره الداخلي بمدينة المكلا، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستحتضنها العاصمة العراقية بغداد في الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة 7 منتخبات. يخوض منتخبنا تدريباته على فترتين صباحية بملعب الفقيه طاهر باسعد بمنشأة نادي المكلا للوصول للجاهزية الفنية قبل المغادرة إلى العراق منتصف الأسبوع المقبل. ويضم معسكر المنتخب 15 لاعبا سيخضعون للتقييم الفني لاختيار التشكيلة النهائية والتي ستشارك في البطولة، علما بأنها ستكون المشاركة الأولى للمنتخبات اليمنية في كرة السلة بعد توقف دام لقرابة 10 أعوام. هذا وسيخوض منتخبنا البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وإيران وسوريا. تمكن فريق القادسية لكرة الطائرة من حصد لقب بطولة الفقيد علي دحروج الرابعة لأندية تريم. البطولة التي أقيمت على ملعب نادي الوحدة الرياضية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا. مزيد في التقرير التالي. ب3 أشواط نظيفة استطاع فريق القادسية للكرة الطائرة بخيل ورضيمة حصد لقب بطولة الفقيد علي دحروج في نسختها الرابعة للكرة الطائرة لأندية مديرية تريم بمحافظة حضرموت. التتويج بالبطولة جاء بعد فوز القادسية الساحق في المباراة النهائية على فريق شباب المطاري وصيف البطولة. أجواء حماسية جرت فيها المباراة التي تحظى بحضور جماهيري كبير اكتظت بهم مدرجات وساحات ملعب نادي الوحدة الرياضي بتريم. طبعا هذه البطولة الرابعة للفقيد علي أحمد سالم دحروج المعروف عنه الذي كان هو رواد من رواد كرة الطائرة في تريم وكثير من الألعاب. هذه تعتبر البطولة طبعا عبارة عن عرفان ووفاء لما قدمه هذا الرجل. طبعا في هذه البطولة عملنا تحسينات أكثر وعملنا أشياء جديدة، أدخلنا فيها جانب اللاعبين الجدد اللي هم يسمونهم المحترفين من الوادي والساحل، وكان وعطت اللعبه ما شاء الله اعطت البطوله هذه تحسن اكثر، والحمد لله ان هذه الايام يعني في التريب بالذات في ايام الاعياد تكون الكره الطايره لها شعبيه كبيره ويستفاد منها الحمد. في مجريات المباراه تنافس الفريقان بشكل كبير مع تقارب النقاط وتبادل التقدم بين الفريقين، غير أن القادسية تتمكن من الفوز بالشوط الأول بنتيجة 29-27.
دخل الشباب الشوط الثاني للتصحيح والقادسية لحصد الشوط منتشيا بتقدمه في الشوط الأول، حيث تمكن القادسية أيضا من حصد ثاني الأشواط بنتيجة 25 مقابل 23، ليواصل القادسية التقدم خلال الشوط الثالث وحصده لمصلحته بنتيجة 27 مقابل 25، ويسدي الاستتارة بهذا الفوز على النسخة الرابعة من هذه البطولة. تفوقنا اليوم على فريق شباب المطار، فريق القادسية قدم مباراة رائعة في بطولة الفقيد الاستاذ علي دحروي الذي كان له الفضل في ظهورنا والاهتمام بنا رحمة الله عليه رحمة الأبرار. نشكر منتدى حين في قلوبنا وفريق المسرة على هذا التنظيم الرائع، وألف ألف مبروك لهذه المهير الغفيرة. فندل عن شيء فندل هذا إنما يدل على حب اللعبة في مدينة تريم وتطورها إلى الأفضل إن شاء الله، ونشوف نادينا إلى الغد. ألف ألف مبروك للرابطة القدساوية لجميع الروابط. حقيقة في هذه اللحظة ننشر رسالة للوزارة وللسلطة المحلية بالمحافظة والوادي أنه ينظر نظرة ثاقبة لنادي الوحدة ومنشآته. حقيقة هذا الجمهور حقيقة والله حرام أنه يجلس في هذا الفضاء، المفروض أنه تكون هذه صالة مغلقة تجرى فيها مثل هذه البطولات. وتحظى البطولات الرياضية المختلفة بوادي حضرموت باهتمام جماهيري كبير وحضور لافت، غير أن معظم منشآت الأندية تعاني من عدم التأهيل والتطوير، ما فيها الأندية العريقة بالمحافظة، وهو ما يتسبب بحرمان الجماهير من مشاهدة المباريات بأريحية، إضافة لعدم حصول اللاعبين على التدريبات الكافية والتطوير المطلوب للمنافسة في البطولات الرياضية الخارجية. إلى أخبارنا المنوعة مشاهدينا. بهدف عكسي، فرنسا تقصي بلجيكا من دور 16 لكأس الأمم الأوروبية. وبركلات الترجيح، البرتغال تنهي مغامرة سلوفينيا في مباراة شهدت إضاعة رونالدو لركلة جزاء. تركيا تتغلب على النمسا وتضرب موعدا مع هولندا في ربع النهائي. وكذلك هولندا تصل إلى الدور المقبل لكأس الأمم الأوروبية من بوابة رومانيا. البرازيل تتعادل مع كولومبيا وتتأهلان معا إلى ربع نهائي بطولة الكوبا أمريكا. هذا مشاهدينا، أكون وإياكم وصلنا إلى الختام، نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.